السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده من ضمن تفريزات رمضان ان احنا هنفرش شوية فلفل اخضر والوان علشان يبقوا سهل معانا لو احتاجناهم في اي حاجة، يبقوا معانا بسرعة جاهزين متنظفين كل حاجة. الاول احنا بنجيب طبعا، انا جبت فلفل اصفر واحمر وجبت فلفل اخضر، تمام. الاول طبعا بنغسله كويس جدا، غسلته بميه وعليها شويه خل بسيطه ونضفته بالشكل ده، تمام. هنبتدي بقى ايه، ننضف نشيل الجزء اللي جوه، تمام، نشيل الجزء ده نشيل الجزء ايه، نخليها كده فاضيه، ننضفها من قدام، تمام، سوري، من جوه. بس هكمل بقيه الكميه وارجع لكم علشان ما نطولش. رجعت لكم تاني حبايبي. دلوقتي انا قطعت الفلفل اهو زي ما انتم شايفين، قطعته كده، نضفت الاول، نضفت الحاجات، تمام، طلعت كل الحاجات اللي فيه الوحشه، تمام، وقطعته. انا قطعته كده انصاص، تمام، لان انا هقطعه في النايسر دايسر، مش هقطعه على البلانشا. انتوا طبعا لو حابين تقطعوا على البلانشا طبعا براحتكم، تمام، لكن انا بحب اقطع على النايسر دايسر، تمام. فانا هقطع الفلفل، هناخد الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي هنا النايسر دايسر فيها احجام، فانا هاخد المربع الكبير ده وزي ما انتم شايفين كده، واحط دي كده مثلا، تمام، واحط دي كده، تمام. والنايسر دايسر يا جماعه انا لازم اخبط كده، تمام، عشان يعني دي طريقه عملها، اوكي. يعني في ناس دايما كانت تقول انا جبتها ومش عارفه استعملها وكده، ومع ان في ناس بتشكر فيها، لكن هي دي طريقه عملها، ان انا مش هضغط بالراحة، انا هضغط ضغطة جامدة، هي هتقطعها كده، تمام، ما تخافوش، هي مش هتكسر ولا يجرى لها حاجة. نفتحها كده ونشوف، اهي قطعته مربعات، تمام. انا عايزة الحجم ده، اوكي، هكمل تقطيعهم وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا بنات. انا كده اهو قطعت جزء من الفلفل مربعات صغيرة كده، تمام، ماشي، مشكلة طبعا زي ما انتوا شايفين. والجاني قطعته كده سلايز زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اقسمهم في اكياس. في يعني احنا كده هنبتدي نحط، كل واحد هيحط على قد ايه الكمية اللي بيحتاجها، يعني كل واحد عارف بيته بيستعمل قد ايه، انت هتبقى محتاجة في الطبخة بتاعتك قد ايه، تمام، فتحطي على قدها. فدي كمية مناسبة قوي، ماشي. هنكمل بقية الاكياس. في حاجة عايزة اقولها لكم كمان، الفلفل لما بيتفرز كده انا مش بستعمله في الحاجات الفريش، يعني مش هطلعه من الديب فريزر احطه مثلا في سلطة، تمام، ما ينفعش، اوكي. ينفع في ايه بقى؟ ينفع يتحط على الحاجة اللي هتحط على النار على طول، يعني لو انا مثلا بعمل سجق هقوم مطلعه مفضية، يعني مفضية عليه على السجق، يعني الكيس وانا بعمل السجق طبعا لما بيكون وهو على النار في الوقت اللي انا خلاص هحط المفروض فيه الفلفل يعني، لكن هحطه عليه وهو متلج كده، مش هطلق اسيبه يفك وبعدين استعمله، لا لا خالص، بيتحط على الاكل كده بستعمله وهو متلج، تمام. دي من الحاجات التريكات اللي ايه كتير مننا يقعوا فيها، تمام. ده طبعا بقى، فزي ما قلت لكم كده كمان نستقول لكم الفلفل المربعات الصغننه ده، انا ممكن احطه لو انا هعمل حق، يعني لو هعمل فطيره في الفرن، فطير جلاش يعني، تمام، هكسره عليها على طول على الخليط، يعني انا يعني في زيت الجلاش انتوا عارفين
بتبقى طبعا انت بتحشيها بالحشوه اللي انت عايزاها، بدايه من اللحمه المفرومه لبرضو على الصاج الفراخ، اذا كنت هتحشي جبنه رومي، ميكس جبن، الحاجات دي. فهو الفلفل ده وهو متلج كده يعني، كمان يعني ممكن تحطي بيض في الحشوه، فهو انت ممكن تحطيه وهو متلج كده مع رشه الموتزاريلا او رشه الجبن الميكس، او سواء انت حشيها فراخ او كده، ممكن تقومي مكسره فتفيتة ده معاهم كده وهو متلج، وتحشي بيه وتدخليه الفرن. هيدخل الفرن وهو متلج فهيبقى برضو كويس. دي كانت فكره بسيطه للفلفل الالوان، هتساعدك طبعا في انك تنجزي في حاجات كتيره، بحيث ان هو يطلع كده لا انت محتاجه تبعتي تشتري ولا تغسلي وتنظفي وتجهزي يعني وكده. اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله نتقابل على خير، ويا ريت ان شاء الله لو الفيديو عجبكم او استفدتوا منه اعملوا لايك وشيروا الفيديو، ويا ريت سبسكرايب، انتوا عارفين القناة جديدة. ويا ريت اي حد عايز يقول لي اي كومنت يبعت لي، وميرسي ليكم، وباي باي.